اوكي نذكر اي ده ثم تكون عندك سؤال وي صحاب تفضل عندك سؤال صحاب لا مسيو بشيس باش نخدم على السؤال بي اوكي باش تخدمي كيستيون دي اوكي باهي جيست شكون ما فهمش لونكادرمون الاول اللي ما فهمش لونكادرمون ينجم يهز ايده خلينا نعطيه التفاصيل صافا لونكادرمون باهي اوكي اون باس دونك بالنسبه لل اوكي باهي باش نذكر باش نذكر اللي دخلوا معايا تو معنا باش نحاول نذكر انه وي على على وي على ود باهي جست نشوف شكون وي على تفضل سي على اوكي بابا اوكي باهي نعاود لكم كيستيون رقم واحد ديجا جاوبت عليه ساره Question رقم واحد بتيتا مونتري كو بور توت اكس انفيريور سريك تا زيرو اون اف دي اكس محصوره ما بين المون دي بلس وان سريك اكس ومون دي موز وان سريك قلنا كي تبدا عندنا فونكسيون تريجنومتري باش نخرجوا من لونكادرمون المعروفه نتاع السين والكوس انه السين والكوس محصوره ما بين شونجمون ما بين محصوره ما بين الموز وان والا جيست قبل كل شيء انه كي تبدا الاكس انفيريور زيرو ذكرنا انه هي راهي فونكسيون رقم واحد يعني مشينا استعملنا الاكسبريسيون رقم واحد اوكي السين ما بين الموانز ان والان ومن بعد ضربنا في الان سير اكس ضربنا في الان سير اكس مادام ما باش نوصل سين اكس سير اكس ضربنا في الان سير اكس كي ضربنا في الان سير اكس لونكادرمون تبدلت علاش تبدلت على خاطر الاكس ستريكتومون نيجاتيف دونك ما نوصل هنا نعمل لونكادرمون ولا نضرب في اي عدد لازم يثبت فيه كل شيء بوزيتيف وبيان نيجاتيف ومن بعد اش عملنا؟ من بعد زدنا دي كي نزيدوا ان ريال ما يتبدل حتى شيء تبقى العلامه هي نفسها من هناك علاش كي زدنا بي العلامه هي نفسها لا فوالا ومن بعد دونك فينالمون لقينا الريزلتا اللي حاجتنا بي. اوكي هذا بالنسبه لنا احنا لونكادرمون باهي باش نعطي كلك ريمارك ريمارك لو فرضنا عندنا فالور ابسولي دي سينيس اكس دونك تو سامبلومون لونكادرمون هي راهي سي انفيريور ا 1 سوبيريور ايكال 0 كيف كيف زاد فالور ابسولي دي كوس اكس كان جيتكم في الاكسبريسيون فما فالور ابسولي دونك لونكادرمون هي ما بين الان والزيرو اوكي دونك كلكم اكيد تعرفوا الحكايه دي حتى نفس الحكايه حتى بالنسبه للسين كاري ولا كوس كاري سينيس كاري اكس زاد كيف كيف راهي ما بين الان والزيرو وكيف كيف زاد كوس كاري دي اكس ما بين الان والزيرو اوكي دونك لهنا ساعات يستحقوا لونكادرمون كان في البوزيتيف نجموا تستعملوا القاعده انه سين اكس فلا رابسولي دي اكس راسي تنفيريور ايكال 1 وتنجموا تستحقوا زاده جيست البارتي الثانيه هيك اوكي يعني انتم لونكادرمون اللي عطيها لكم البروف من الاخر السين والكوس راهم لي زونكادرمون كي تصير تصير ما تكونش اكبر من ا وما تكونش اصغر من الموانزا واضح باهي بالنسبه للسؤال الثاني سحر وينك سحر راهي يزيدك سحر ترى خلينا نشوف سحر بنتي اوكي تفضل سحر اي اون ديدوير ليميت اف دي اكس اون موان انفيني اوكي بيتي بيتا اون ديدوير لا ليميت لورسك اكس اون فير موان انفيني دي اف دي اكس باهي كيفاش سحر ترى سو نحسبوا ليميت موان دو بليس ان سير اكس اون موان انفيني en moins l'infini de moins 2 moins 1 sur x et lui on a égal à moins 2 معناتها limite en moins l'infini de f de x égale à moins 2 ok ben باش نعمل rappel le cours ok ben rappel le cours qui t'abda عندي si on a une telle fonction f de x محصورة ما بين h de x ou supérieur ou égal à g de x ok si اي هنا لا ليميت لورسكي اكس تون فير ا نحكي الا لهنا راه تنجم تكون ريال ا جي دي اكس ايغال لا ليميت لورسكي اكس تون فير ا دي اش دي اكس ايغال ا ان ليميت ال مهما تكون الليميت هذه ال خاصة تكون فينية ال فيني الور
راهو ليميت لورسكي اكس اوفر ا اف دي اكس ايجالا ال. هذه تسمى ليميت اوردر او بيان تسمى ما يعرفها بالساندويتش. اوكي ولا لا؟ ساندويتش يعني تحطت الاف ما بين الجي والاش اون ساندويتش. فما زاد تسمى بال ليميت دي جوندارم. ليميت دي جوندارم مش يقصدوا بها، معناتها احنا زي نقولوا احنا زوز ميليتير ومعاهم واحد هزينا للحبس حشاكم الكل. دونك لي دي ميليتير هكاك باش يهزوا الانسان للحبس، اذا دي ميليتير هكا ماشي للحبس، السارق باش يمشي معاهم وين؟ باش يمشي معاهم للحبس. نفس الحكايه انك عايز تسمى ليميت دي جوندارم. اوكي؟ وي انا ورس نجم تلقي الفيديو من بعد اكيد تلقيه مسجل ان شاء الله. ايرواي بابا تفضل. عندك مبكر يزيدك تفضل ايرواي تكلم بابا. نقرا اللي بعده مسير. لا خلينا نجاوب عليه، انا اعطيتك التيوريم تو نسحي لك معناها في الاسم. اي تحسب اللي نحسبه ليميت مسير. فوالا اللي باش نحسبه ليميت. انا جيت اعطيت القاعده وان شاء الله القاعده تكون مفهومه للكلام ده. ايش معناها؟ معناها نجي نحسب الليميت. القاعده ايش تقول؟ طيب باش نمشي نحسب الليميت عندنا لا ليميت لورس في كيستون فير موان لانفيني دي موان دي بليس ان سير اكس ايجال موان دي. عندي ليميت لورس كي اكس تون فير موان لانفيني دي موان دو موان ان سير اكس ايجال موان دي دو. دونك راه باش نقول دو راهو لا ليميت لورس كي اكس تون فير موان لانفيني دي اف دي اكس ايجال موان دي. هذا اللي كانت تحكي فيه بكري صح سامبل برشا. جيست تحسبوا ليميت عاود نذكر تحسبوا تاع موان دي موان زان سير اكس تحسبوا موان دي بلس ان سير اكس وين طالبها هو في الموان الانفيني. دونك نحسبوهم في الموان الانفيني لقيناهم ماشيين لنفس الليميت. هذا ماشي للموان دي وهذا ماشي للموان دي. دونك راه الاف دي اكس باش تكون ماشي باش تكون للموان دي وين وقت تولي اكس اونفير موان الانفيني. توا باش نعطيكم احمد وي تفضل بابا تفضل احمد. مسيو ما نجموش راهو نحسبوا الشطر اللي على اليسار خاطر ماهيش معقوله الحكي قد مثلا حسبنا الزوز يا احمد. ما تنجمش تحسب اللي على اليسار خاطر باش يعطيك كان الاف دو اكس هي اكبر من الموان دو بلس ان سور اكس. كي باش تعمل معناها الليميت في الموان دو بلس ان سور اكس باش تلقاها موان دو هي الاف دو اكس اكبر من الليميت هكايا. معناها انت عندك حاجه اكبر بطبيعتها من موال انفيني باش تكون بلس انفيني مش ماهيش باش تكون موال انفيني. لا انت لحظه لهنا انت تحكي على قاعده اخرى احمد تعرف شنو هي القاعده الاخرى ولا لا؟ عاود نذكر اللي قلنا راهو يبدا عندنا ليميت لو سكيكس كونفر اعطيك ال لا لا تنجم تكون فيني هكا ولا لا؟ حتى لو كانت تكون انفيني بلس انفيني بلس انفيني منها ولا موال انفيني موال انفيني هذا نعطيك القاعده اللي تحكي عليها. انت تحكي على القاعده هذه سي قلنا اف دي اكس اكبر او يساوي فور اكزومبل لجي دي اكس اي لا ليميت لورس كي اكس كونفر ا جي دي اكس ماشي لبلس لانفيني. دونك الليميت نتاع الاف دي اكس وين ماشي؟ شفت احمد ودي علاش نحكي؟ هي اف دي اكس اكبر من جي دي اكس والجي ماشي لبلس لانفيني. دونك الاف دي اكس وين ماشي؟ ماشي لبلس لانفيني. هذه القاعده الاخرى اللي تحكي عليها. هات نفصل لك علاش تو انا عندي تبدا عندي قلنا الاف جي ماشي انا عندي جي دي اكس هي ماشي لو بلس انفيني والاف اكبر منها. شنو هو الاكبر من بلس انفيني؟ هلا هذا اللي تحكي عليه انت. احنا راه احمد ودي لهنا راه ليميت ماهيش ماشيه للبلس انفيني ولا مول انفيني. احمد ودي اتونسيون ماشيه للموندي لكن شكون قال لك اكبر منها ماشيه للموندي؟ مش نقول ماشيه للزيرو مثلا. يعطيني شكون الليميت اللي فيهم باش ناخذ الاكبر منها ولا الاصغر منها؟ وانت تحكي لي راه نحكوا على الاكس ماشي للموال انفيني لكن راهم كي نحكي على اف دي اكس نحكي على الايكغيك وين ماشي كذا. فهمتني ولا لا؟ فهمتك. يعني الفونكسيون اللي هنا الايكغيك اللي تحكي فيها انت هي القاعده هي واللي هي قاعده رقم 2. نعطيكم العكس تو كي تبدا الاف دي اكس اصغر من جي دي اكس. هذا هما اللي ليميت اوردر اللي قارينهم كل سي اف دي اكس اصغر او يساوي لجي دي اكس. ايه توا لا ليميت لورس كي اكس كونفر ا راه نحكي هنا نجم يكون حتى ريال دي جي دي اكس ايجال موال انفيني. يا سيدي الجي دي اكس ماشي للموال انفيني. الموال انفيني اكبر من شنو حسب رايك؟ يكون اكبر كان من الموال انفي
من مول انفيني هذا المنطق. دونك جي دي اكس ماشيه من مول انفيني. هذا مول انفيني شنو هو البلر الاكبر من اكبر من كوا؟ معناها مول انفيني قصدي هي اكبر من شنو هو المول انفيني؟ ما تكون اكبر كم من مول انفيني. مول انفيني معناتها الاف دي اكس والماشيه تولي لي الاف دي اكس لا ليميت لورسكي اكس تونفر ا دي اف دي اكس ايغالا مول انفيني. واضح ولا مش واضح؟ اللي حاجه اللي مش واضحه الحكايه نجم يهز ايده. اوكي صافا او نو؟ وي على ودي تفضل. على مازلت هزيدك على تفضل. اي بنتي تو انا بعث لكم البي دي اف. اي بنتي نعم الكابتير على الكل جيت انا بعث لكم. وي لام دي جوندارم يعني. اوكي دونك هذا لهنا. دونك حنا استعملنا لام دي جوندار كما كنت نحكي من بكري. لام دي جوندارم ولا ساندويتش والا ليميتي اوردر في الحكايات. به توا السؤال باش نسالوكم، لو فرضنا جتني هذا باش نعطي اكزومبل لا ليميت لورس اكس تونفير مثلا بليس لانفيني دي اكس سينيس ان سير اكس. شكون النجم يعطيني هذه كيفاش نخدمها؟ اسكي نخدمها باللون كادر مو بيان مو؟ كلها تحب تجاوب. اوكي احمد احمد هيا ناخذ حاجه. الهام هاي ويا الهام باهي. الهام ما هبطت صوت. الهام تنجم تتكلم؟ هزيت يدك ابارامون. اوكي باهي يلا اي اي تفضل اي. وي مسيو نجمو نخدمو بلونكادرومون. نجمو نخدمو بلونكادرومون. اعطيني بلونكادرومون. على خاطر مسيو كي نخدمو الفاست سين لورس اكس تونفير بلوس لانفيني ايكال زيرو. نخدمو بالفونكسيون كومبوزي. باهي سي بون اوكي. توا فهمت حتى كانوا باش نحكوا على لونكادرومون. السينيس انسر اكس ما بين شنو وشنو؟ انفيريور ايكالا ا وسوبيريور ايكالا موانزا. ترى نضربوا في الاكس اش تولينا؟ اكس سينيس انسر اكس ما بين شنو وشنو؟ ما بين الاكس والموانز اكس. هاي في البليس لانفيني هذا والماشي وهذا ايه ومن بعد. اوكي سليم ترى خماتيك الكلمه. سليم يلا سليم تفضل. مسيو نعمل شانجمون دو فاريابل. اي بون احنا باش نحكوا على نسموها شانجمون دو فاريابل ولا نسموها بال ما نجموش نعملوا بيو ديجري. لا على ودي هذا ما فيش بولينوم. البولينوم كان هو بيو ديجري. سليمه بنتي راه باش نحكوا على شانجمون دو فاريابل ولا نقولوا فونكسيون كومبوزي. اوكي اي مسيو نعملوها رجعوها للزيرو وبعد نخدموا الفورمولا العاديه. باهي هنا يعني باش نفسر لكم اللي اول مساله كل سؤال قلت لكم باش نستعملوا لونكادرمون وبيانمون. هاي ركزوا معايا ها نعطيكم هذه طريقه سامبل باش تعرفوا اسكي نستعمل لونكادرمون وبيانمون. اوكي ديريكتومون ملي تشوف اللي في وسط السين والماشي ماشي للزيرو ولا لا؟ دونك اوتوماتيكمون لازم يخمم في الليميت ازيلي ليميت ازيال. شنو هما لي ليميت ازيال اللي خاصين بالسين؟ ليميت ازيال اللي عندي خاصين بالسين هي ليميت لورسكي اكس تونفير زيرو دي سينيس ا اكس سير اكس ايكالا كومبيان ولا سينيس اكس سير اكس علاش هاي سينيس اكس سير اكس ايكالا ان. هذا ليميت ازيال ولا لا؟ لا ورده ما تتقبلش بالنسبه للشونجمون دي فاريابل راه حاجه ورانا نحيناها من المخ. لازم التلميذ ينحى من المخ لازم يخدم بالفونكسيون كومبوزي. هما كي يقولوا شونجمون دي فاريابل لكن باش نقول لكم راه يسمى فونكسيون كومبوزي. لكن قبل كل شيء شفت في وسط السين والماشي ماشي للزيرو ليميت ازيال قرينه ما انتم قرينه وقت تبدا اكس كونفير زيرو. دونك لهنا كي يبدا في وسط السين ماشي للزيرو نخمم في ليميت ايزي ليميت ازيال. شنو هما لي ليميت ازيال اللي عاد عندنا بالسين؟ هما سينيس اكس سير اكس. اش معنى؟ معنى اللي في وسط السين اللي في وسط السين اللي هي اكس لهنا ولا هاني باش نسميها جرونت اكس.
سينيس دي جراند اكس سير جراند اكس ولهنا عندي جراند اكس يعني ني سينيس اكس لازم يكون قاسم على شنو على اللي في وسط السين هو نفسه ما دام عندي في وسط السين اكس دونك لازم نقسم على اكس لهنا عندي سينيس انسر اكس شنو اللي في وسط السين هو انسر اكس اذا نقسم على شنو نقسم على الان سير اكس وي اي يا بنتي عندك كلمه تحب تقولها راه شوفوا اللي ما يفهمش نجم يخلي لي مساج تفضل يا بنتي وي اي تنجم تخدم الميكرو بنتي ماشي خاطر نخدمو فونكسيون كومبوزي اي 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 ما احنا لازمنا نعرفوا اي قبل كل شيء يا نعملوا لونكادرمون يا نعملوا بنتي ليميت ايزي هذا قبل كل شيء فهمتي ولا لا ماشي اي ماشي حتى انا صحاتي فوالا وما تقصيش الميكرو اي خاطر كان قصيت الميكرو ولا نعاود نعمل تفضل اي اي فهمتي ولا لا انت قلتي لي في الكومبوزي ولا لا صحيح اي فهمتك مسيو فوالا هذه اللي حاجتي به توا كيفاش نوصل للفونكسيون كومبوزي هذه باش نخدم بها اوكي ولا لا اش قلت انا قلت لكم اللي في وسط السين هنا يلزم هو نفسه اللي قاسم عليه اوكي ولا لا باش نوصل لليميت ايزيال نتاع دونك اش عندي انا عندي اكس سينيس ان سير اكس اوكي سيرايغا سي لا ليميت لورس اكس عندنا اكس فوا اي سي ايش عندي في وسط السين شنو عندي سينيس ان سير اكس دونك اش نعمل مولي نقسم على ان سير اكس مادام نقسمت على ان سير اكس اش نعمل لازمني نضرب و ان سير سير اكس مفهومه ولا لا اللي مش مفهومه يزي اي بنت مفهومه ولا لا اي صباح اوكي ده سالتني رحاب علاش عليه زيرو ليميت الزياد بنتي كلهم ماشيين لزيرو حفظتهم لليميت ازيال نتاع السين والكوس ولا لا؟ لليميت ازيال كله لورس كي اكس كونفير زيرو عندنا هذا الليميت ازيال رقم واحد عندنا الليميت ازيال الثاني هي لا ليميت لورس كي جرونت اكس باش نكتب بالجرونت اكس كونفير زيرو دي ام موان كوس اكس سير اكس سير جرونت اكس سامحوني سير اكس ايجال زيرو هذه زاد الليميت ازيال لوتري ليميت ازيال هي لا ليميت دونك باش نحاول لا ام موان كوس اكس سير اكس سكري تعطيني ان دي مي دونك هذه لوتر ليميت لا ليميت لورس كي جرونت اكس كونفير زيرو دي ام موان كوس اكس سير اكس سكري ايجال ان دي مي هو ضرا لي تروا ليميت زيال فما دي زوتر ليميت زيال اللي هي طونجونت اكس سير سير اكس تو مبدئيا هنا شوفوا جاي عندي هذه اللي في وسط السين اول حاجه لازمك تخمم شنو هو موجود في وسط السين موجود في وسط السين هو ان سير اكس ماشي وين في وسط السين ماشي لزيرو وقت تبدا اكس ماشي لبلس انفيني اش تعملوا انتم هنا ولا تخمموا في الليميت ايزيال الليميت ايزيال عندكم السين عندكم الليميت ايزيال هذه الوحيده نتاع السين لازمكم ما هي سينيس اكس سريكس لاسك جرونت اكس كونفير زيرو سينيس اكس سريكس يعني اللي موجود في وسط السين هذا هو نفسه لازمك تقسم عليه ما دام عندي انسر اكس دونك لازمك تقسم على شنو على انسر اكس واذا قسمت على العدد اش تعمل تضرب فيه تضرب في انسر اكس أميمة بنتي ارفعي لي يدك خلينا نحلك الميكرو بابا هبطوا لي ايديكم اللي ما مازال رحت اي يا بنتي صبا اي على باي اي فيرست تفضل بنتي نسيت باش نقول لك يا اخي الفونكسيون كومبوزي هي تاع الغو هذيك اللي اف روجي اي صحيتي اف روجي هذا نقول لكم بالك كيفاش تستعملها ريتي بعد ما فخممت انا في الليميت الجيال تو نقول لك توا وقتاش نستعمل شفتي هذه الاكسبريسيون اللي عندي هذه تي الاكسبريسيون هذه لاحظي جاي شفتها الاكسبريسيون هذه باش نرد سي فونكسيون كومبوزي باش نكتبها سو فورم ايرون حكايه اوكي وميمه تفضلوا ميمه بنتي وي وميمه تفضل خدم الميكرو ما يسالش يخدم وماي مسيرة ميكرونو ما مو يخدم تفضل مسيا بربي عاود لي ستر اللي قدام الاخراني هذاك ما فهمتوش انا ستر اللي قدام الاخراني بنتي هاي تفضل وين هذا اللي هني هذا ايه باهي بنتي شوفي جاي هنا ايش عندي هنا مش عندي اكس سينيس انسر اكس اي مسيا باهي الليميت ازيال نتاعي قلنا باش نستعملوا الليميت ازيال الليميت ازيال لازم في وسط السين لازم هو نفسه تقسم عليه ولا لا ايه اوكي
بيني عندي سينيس انسر اكس دونك يلزمني نقسم على شنو انسر اكس هوين قسمت بنتي على انسر اكس وما دام نقسمت يلزمني نضرب ولا لا اي ماني كي نقسم على حاجه يلزمني نضرب فيها هوين ضربت في انسر اكس فهمتك مسيو ها اوكي انا اي تفضلي مسالش سي معناها نحبوا نخلوها كيما اكس سينس انسر اكس هذاك علاش ضربنا في الانسر اكس حبيت ناخذ الفورما هذا اللي موجود في السيرات اللي ميتوجيال اللي يبدا حافظه حاجتي بالفورما هذا اللي في وسط السي لازم هو نفس القسمه لي اوكي ولا لا انت عندك سينس انسر اكس تقسم على انسر اكس كان جبت سينس انسر اكس كاري علاش تقسم انسر اكس كاري بارك الله فيك يعطيك الصح ولا هذا هو اللي نحكي فيه تولت ليش الكريتير هذا حاب نعملها سامبليفيكاسيون في الانسر اكس باهي صحيح شو بيجي توا هذه نحب نستحفظ به اللي في الكادر الازرق يعني نحب نستحفظ عليه شنو اللي بقى لي اكس فوا انسر اكس ايش يعطي؟ اه ها صحيح ايش ولت لي الكريتي؟ ولت لي لا ليميت لورس في اكس كونفر بسلامبيني دي سينيس انسر اكس سير انسر اكس باهي توا سي بون باهي لحظه الهام هاني جيت باهي صفا توا مبدئيا نميمه صفا مفهومه ولا لا؟ صفا مسيو صفا يعيش اوكي باهي ويا الهام تفضل الهام بنتي مسيو حبيت نسال مسيو حسيت الطريقه هذيا معناها شانجمون دو فاريابل حسيتها معلش صعيبه شوي نجموش من الاول نخدمو بالرو معناها بالدي فونكسيون معناها اي هاني باش نخدم لك بالدي فونكسيون غير جست نفهم منين نحط الفورمات معناها نخدموا بالليميت نتاع الدي فونكسيون شنو هما لي دي فونكسيون بنتي ترى اعطيني انت شنو دي رون بي فهمتي شنو نحكي تو باهي باش نسالك لحظه الهام شفتي الكريتير هذه اللي كتبتها تو وضحت لكش شكون الاي وشكون شكون اللي معناها احنا كي نعملوا اي رون بي شفتي هذه مش فما حاجه تتعاود اي ها وين ريتي وضحت وقتاش كان كي خممت اني فاش خممت في الليميت الجزئيه فهمتك مساء وين هي الليميت الجزئيه اللي عندي ما هو ني كيفاش خممت نقسم على انسر اكس ونضرب في انسر اكس خاطر الليميت الجزئيه لورس اكس كونفر 0 دي سي 6 اكس لا لا انا اوكي باه ورده عندك سؤال باه لحظه ورده هاتوا نفهمكم توا كيفاش ورده يمشي راهي الليميت كونفير موال لانفيني ولا بلس لانفيني يعني حاجتي باللي في وسط السين وين يمشي يا ورده لحظه ورده هزيلي يدك خليني نعمل لك نعطيك ريكد نخليك تتكلمي هاي ورده الميكرو ما يخدمش باه جاوبني ميسي ويا ريحال فورميل زير كونفير زيرو واحنا اللي عندنا كونفير لانفيني هذا هو ريحال هذا اللي نحكي فيه اني وقت علاش اني نحب نتنقل من ليميت لورسكي اكس كونفير بلس لانفيني لليميت لورسكي اكس كونفير زيرو هي علاش نستعمل اني قلنا راه نخمموا في السين لهنا وين ماشي اللي في وسط السين وين ماشي ماشي للزيرو ولا لا واضح اوكي ماشي للزيرو دونك راني اني لهنا ولا نستعمل احمد ولدي اصلا من غير ما نفصل احمد ولدي هذا ما نعطيك اني باش نفسر تفسر لي حاجه تفضل احمد ودي تكلم بغيت نقول لك علاش اني نضرب ون اكس تفضل احمد ودي مش خاطر اكس باش تقول يا اخي الاكس اكس نهبطوا الاكس ضدها انسر اكس ايه اه ايه ما باش تقول لي احمد انت ما باش تقول لي ردوا الاكس كان هبطالو اش تولي انسر اكس شوفت انت لاحظتها فما غيرك ينجم يلاحظها شو يولي يعمل وقتها كي فكره نضرب ونقسم تولي لا سهله فهمتني يا كبدي مفهوم اللي نحكي فيه ولا لا تم وريك سانفريرا زيرو وين تحكي يا سيرين ترى سيرين بنتي اعطيني تو مبدئيا الفكره اللي نحكي فيه يعني تو الموضوع اللي نحكي فيه تو صفاء وبيما خاطر باش نتعدى باش نحسب لكم الليميت نتاعها هذه قداش تساوي راو شوفوا نعطيكم في لي زيتاب هذا باش انت تولي تفكر هكاك اوكي باه نمشي تو للي بعد دونك انا ايش لقينا تو باش نفسر لكم كيفاش باش نستعمل فونكسيون كومبوزي عندي لا ليميت لورسكي اكس كونفير بلس لانفيني دي سينيس ان سير اكس سير ان سير اكس
شكون اللي يتعاود باش نعطيكم من القاعده نتاع ايرون في لا ليميت لورسكي اكس كونفير ا دين تيل فونكسيون ايرون رون في دي اكس سيرا ايغال اول حاجه نحسب الليميت نتاع لا ليميت لورسكي اكس كونفير ا دي في دي اكس اللي هي باش تعطيني ان ليميت دي بي بعد ليميت بي هيك باش ناخذ لا ليميت لورسكي اكس كونفير بي دي اي دي اي دي اكس اللي هي ايغال ا ال والليميت فينال وهنا التانجين نفسر لكم لا ليميت لورسكي اكس كونفير ا دي اي رون بي دي اكس ايغال ليميت فينال اللي هي ال ركزوا معايا مليح عندي لهنا البي ها هي رديتها لهنا اوكي الريزلتا فينال دونك الليميت هذه كامله ايغال الريزلتا فينال باش نفسر لكم توني الاي رون بي دي اكس تحبوا نفسر لكم ببساطه معناها ببساطه تامه ال V هذه ديما ناخذ الفونكسيون تتعاود معناها يعني كي نقولوا اي رون في دي اكس معناها U دي في دي اكس هي في الاصل معناتها فما فونكسيون في وسط الفونكسيون فوالا حطنا القاعده نتاع الدومين دي فونكسيون كومبوزي اوكي اري كونجيك يا بابا دومين دي ديفينيسيون اللي تحكي عليه باه شوفوا جاي باش نحسب الليميت نتاع هذه ال V ديما نذكر ان هي الفونكسيون اللي تتعاود شكون الفونكسيون اللي تتعاود؟ الفونكسيون اللي تتعاود هي انسر اكس من بعد الاي نبدل الفونكسيون اللي تعاودت بالاكس فسرتها لكم بال نقولوا احنا بالفلاقيره شي نجي نعمل يعني هذه القاعده نتاعي ولا لا دونك كي باش نمشي نحسب هنا ليميت هي دونك سي راي قال باش ناخذ هنا الفونكسيون اي و بي قلنا الفونكسيون اللي تتعاود هي شكون هي ان سير اكس دونك الفي دي اكس راهي ان سير اكس الاي دي اكس الاي دي اكس هي نبدل الانسر اكس في الاكس ولينا سينيس اكس سير اكس وضحت ولا ما وضحتش بطبيعه الحال اللي كان فما هيك كثرت معناها في المسجات راهي ماش واضحه سي بون كان زاد يحب يستفسر بالدي لازم يزيد يسال سؤال شوفوا جاي نعاود نذكر اي رون في دي اكس في الليميت قلنا الفونكسيون تتعاود ما فهمتش يا ورد باي ميكرو ما يخدمش شوف جاي يا ورد وردة بيت شفت الفونكسيون تاعي هذه هي سينيس انسر اكس سير انسر اكس قلنا ليميت دي فونكسيون كومبوزي اي رون في دي اكس نجي الفي هي الفونكسيون اللي باش تتعاود يعني كي نجيو نشوفوا الاكسبرسيون باش تتعاود حتى نفسر لك زاده بطريقه اسهل نعطيك اكزومبل اخر باش تفهمها بالبدا من بعد تفهمي الاكزومبل هذا سهل اوكي باهي ناخذوا هذه مثلا ناخذ هنا بار اكزومبل فونكسيون عندي اف دي اكس ايغالا 1 plus cosinus, par exemple, dx au carré plus 1 sur dx au carré plus 1. Et les bachelors de i rond v dx, i rond v dx. Les choix de i rond v dx. Gonne le v, il y a la fonction, elle est détaillée. Je connais la fonction, elle est détaillée. Dx au carré plus 1 ou dx au carré plus 1. Donc, je dois aller le v dx. Donc, le v dx égale à 2x au carré plus 1. Gonne la fonction u. تبدلوا ال V معناها هذه ديز X سو كاري بلس 1 باش تبدلها بدلها ب X معناها U دي X تولي إيكالا كومبيا 1 بلس كوس X سير X فهمتيهاش دورت عرفتي اش عملت الفونكسيون هذه ديز X سو كاري بلس 1 و ديز X سو كاري بلس 1 بدلتها بال X اش ولات 1 بلس كوس X سير X فهمتها اوكي نرجعوا للاكزومبل نتاعي تو مادام فهمنا هذه دونك سهله تولي لي سينيس انسر اكس سير انسر اكس اش تولي هي عندنا دي فونكسيون في دي اكس و اي دي اكس باهي مادام هنا حكيت على دي فونكسيون اي دي اكس و في دي اكس خلينا نفسخوا الاكزومبل هذا بحكم نورمالمون فهم هاي يا سيدي الليميت واش تولي بون الليميت هذا دو لا ليميت لورسكي اكس كونفير بلس لانفيني دي سينيس انسر اكس سو ان سير اكس ايغال قلنا نحلوا معقف الفي قلنا هي ان سير اكس فوالا دونك باش نمشوا نحسبوا لا ليميت لورسكي اكس كونفير بلوس لانفيني انا حافظنا على الار تاعها ماشي بلوس لانفيني دونك بلوس لانفيني دي كوا دي ان سير اكس ستاتيني ستاتيني زيرو الزيرو هذه هي البي نجيب الزيرو جاي شنو اللي نعمل تاع الاي دي اكس قداش؟ سينيس اكس سير اكس
Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Il y a statine. Statine 1. OK. Statine 1. Oui, Souleyma Benti. Tfadal Benti. Hein? Monsieur, je les ai même fait pour les 0 plus ou les 0 moins. La limite de GL, sinus x sur x, c'est 0 directement. ما فماش 0 بلس 0 موان ماك حفظتهم انت ولا لا ليميت جي اي باي اوكي صحيتي بنتي ليميت جي نتاع سين اكس سير اكس يعني سين اكس سير اكس اللي عطيتهم لك بكري كلهم في الزيرو ما فماش 0 بلس ولا 0 موان اوكي في بالي ليميت عاديه معناها لا تعرف علاش كلهم في الزيرو على خاطر هما يعطوك 0 سير 0 فورم اند ديتيرمين اي اي اوكي واضح بنتي باه نجو توا قداش لقينا الريزلتا لقينا اه ولا لا 2 معناها ليميت كامله ايكالا كومبيان دو نرجعوا للاكسبرسيون تاعنا الاولى اللي هي شكون اكس سينوس ان سير اكس دو لا ليميت لورسك اكس تون فير بلس انفيني دي اكس سينوس ان سير اكس ايغالا هذه الليميت نتاعنا ليكزومبل راني اللي حطيته على فكره ليكزومبل هذا خاطي ليكزارزيس اوكي جيست انا نحب نستغل الفرصه هذه بحكم انه حاضرين عندي برشا تلامذه نحب نوضح لكم لي ماتس اوكي ولا لا اللي عنده سؤال ينجم يتفضل يعني الفرصه مرحبا بك ماشي على ما نخدموش بالكريتير نتاع الاف اكس اسهل كريتير شنو هي الكريتير نتاع الاف اكس اسهل كريتير تحكي لي على الاكزامبل ولا لا الدومين دي اف يعني الدومين دي اف هذا بالنسبه لنا احنا الليميتا كيفاش نجمو نستغلو في فونكسيون تريجونومتريك ولا دا فونكسيون كومبوزيت الكريتير 3 كيفاش الكريتير 3 يا ولد ما فهمتكش بنتي راه يلزمكم توضحي لي شنو هي الكريتيف 3 خدمه بالكريتيف 3 اوكي باهي مفهوم تو لكم تحكي لهنا ورده بنتي اول حاجه كي خدمنا الاكزومبل الاول راهو الاكس وين موجود اول حاجه انفيرير ستريكتا زيرو بنتي هاي الاكس انفيرير ستريكتا زيرو هذه الاكسبريسيون تاع الراسين تخدم وقت تولي الاكس سوبيريير ستريكتا ادو يتبدا الفونكسيون سوبيريور ستريكت ادي كي ولا لا باهي اوكي نمشيو للدومين دي ديفينيسيون ما باش تطلع نسالوني على الدومين دي ديفينيسيون اوكي باهي ناخذ الدومين دي ديفينيسيون تاع نعطيكم اكزومبل باهي سوا يبدا عندي اف دي اكس ايغالا ار بريفي دي 3 مثال وعندي جي دي اكس ايغالا اف دي اكس قال ار تو بريفي 3 سامحوني لان هي ان بلس اكس ان بلس اكس مثلا سير اكس موان 3 وعندي جي دي اكس جي دي اكس قال ناخذ مثلا راسين دي 1 دي 2 موان اكس دي موان اكس اوكي وحاجتي بالدومين دي ديفينيسيون مثلا دومين دي جي رون اف دي جي رون اف الدومين دي ديفينيسيون هو في الاصل واحد فور توت اكس ابارتي على دومين دي اف انا فور توت اكس ابارتي على دومين دي اف انا اف دي اكس ابارتي على دومين دي جي اوكي pour tout x appartient à la domaine de f on a f de x appartient à la domaine de g هذه القاعده تفضل سيدي احمد وي تفضل بابا تفضل احمد ديما نكتبوها هذه ريداكسيون الاولى هذه تكتبها راك باش تفهم بها خاطر اذا ما تكتبهاش تضيع اوكي وهو كتبها ديجا اصل هي الديفينيسيون دي دومين دي ديفينيسيون دي فونكسيون كومبوزي عندنا x ابارتي على دومين دي اف f دي x ابارتي على دومين دي جي شنو هو دومين دي اف على فكره لأني. عندي دومين دي اف هو ار بريفي دي 3 سهله والدومين دي جي هاي دومين دي جي هو يلزم الديو موان اكس بوزيتيف معناها الاكس انفيريور دي معناتها موان انفيني دي اوكي احمد مازلت عندك سؤال تحب تساله ولا كيفاش يعني اللي كان مكانك تشمل يعطيك الصحه اوكي دونك الدومين دي جي سي موان انفيني دي نرجع للكريتير معناها كيفو
X appartient à la domaine de F. X appartient à R divisé par 1. ويلزم تكون f dx appartient على domain de g. اش معنى f dx appartient على domain de g؟ معناتها f dx سي appartient à moins l'infini quoi؟ moins l'infini 2. لهنا شباب باش يولي عندي، تولي عندي ان x appartient à r في 3، ويلزم ال f dx كي نقولوا f dx appartient à moins l'infini 2 اش معناها؟ معناها راهو 1 plus x sur x moins 3 c'est inférieur ou égal à 2. هذا اش نقصدوا بها راهو؟ احنا ما دام عندنا f dx appartient à moins l'infini 2 معناتها 1 plus x sur x moins 3 اذا ما تكون inférieur ou égal à 2. كي تعطيني هذه inférieur ou égal à 2 باش تعطيني ان دومين يعني اذا نمشي نشوف ال 1 plus x sur x moins 3 باش تكون inférieur ou égal à 2. نجم نخدمها واحد 1 plus x sur x moins 3 c'est inférieur ou égal à 2. نيكيفو هاي حولوا x moins 3 منها باش تولي لنا 1 plus x c'est inférieur ou égal à 2 x moins 3. نيكيفو هاي تولي لي شنو نحاولوا لي زيكس بحط بعضهم دونك نجم نحول اكس منها ولا نحولها منها دونك نحولوا من هنا الاكس على خاطر عندي 2 اكس باش تولي دونك ابارامون معنا سيونتيفيك دونك لازمكم تكونوا عندكم علم المون 3 نحولها منها باش تولي دي 4 سي انفيريور ايغال ا اكس معناتها الاكس سوبيريور ايغال كومبيان سوبيريور ايغال 4 ويا احمد تفضل يا احمد اميمه وي تفضل لحظه هاي لحظه 2 اكس مون 6 لحظه بشوي شوي خليني نفهمكم دي زيكس موان 6 اوكي به ري بيان فما شكون فايقوني قالوا لي راه دي زيكس موان 6 اوكي يعطيكم الصح هذا هو اكيد سؤال دي زيكس موان 6 نحاولوا منها باش تولي لي ديكس اكبر من شكون اكبر من 6 صافا به معناها الاكس تنتمي لشكون ابارتيا ا 7 بلس لانفيني تو انا لهنا اش عمل لقيت عنه الاكس اكبر من 6 بلس لانفيني وعندي الاكس ابارتيان ار بريفي دي 3 اوكي معناها الدومين شوفوا جاي دي جي رون اف سامحوني دي جي رون اف هو ايغال عندي اول حاجه الاكس ابارتيان ار بريفي دي 3 دو بلس زاد عندي الاكس ابارتيان ا 7 بلس لانفيني دونك شنو هو الدومين دي ديفينيسيون تاعي الدومين دي ديفينيسيون هو الانترسيكسيون ما بيناتهم كي نجي نشوف الانترسيكسيون ما بين x appartient à r privé de 3 و x appartient à 7 plus l'infini ال r باش نعملوا لها الانترسيكسيون جست نعطيكم نعطيكم دونك هي راه باش تكون r privé de 3 انتر 7 plus l'infini علاش عملنا انفيريور دو 3 منين عملنا انفيريور دو 3 فهمتكش يا اميمه اميمه باع عزك يدك اميمه هاي خلنا نفكره اميمه نجم تهز يدك اميمه باش نعطيك الاوتوريزاسيون باش علاش عملنا انفيريور ايغال دو مو عندنا الاف دي اكس بنتي ابارتيان موان انفيني دي شفتي كي نقولوا هي الانترفال موجوده في الموان انفيني دي اش معناها؟ معناها راه الاف دي اكس انفيريور دي الاف دي اكس سي كومبيان؟ الاف دي اكس سي 1 plus x sur x moins 3, c'est inférieur ou égal à 2. Ça va? Ça va, Oumaina? Chauffe-t-il ici la fonction f? Gonne f dx, moujou de faire l'intervalle moins l'infini 2, manara f dx, ça sera remis 2. Madame, il y a ça remis 2, donc toi, li, f dx, je crois qu'on a 1 plus x sur x moins 3, c'est bon. L'intersection m'a belle les deux intervalles, on va dire. عندنا الار انتر 7 بلس الانفيني باش تعطيك 7 بلس الانفيني وبالنسبه بريفي دي 3 3 مش موجود في 7 بلس الانفيني دونك راه نوتر انترفال سي 7 بلس الانفيني بلس الانفيني هذا هو الدومين دي جيرون اف اوكي صورها واضحه ومفهوم اوكي هذا بالنسبه لنا احنا الدومين دي فونكسيون جيرون جيرون اف تفضل يا احمد ودي تفضل احمد ساعتها مسيو يقول لك يلزمك تعمل الاف نتاع الاف نتاع الانترفال نتاع جي تلقاه حسيلو تعمل الاف نتاع الايماج نتاع الانترفال ايوه موجود ها هو السؤال اخر كاستيون ليه نحكي لك لهني في الدومين نتاع الفونكسيون كومبوزي نو بالنسبه لدومين دي ديفينيسيون دومين دي ديفينيسيون تحكي على دومين دي ديفينيسيون يمكن بالك شكا تحكي على حاجه اخرى انت
باش نلوج على ليماج دان انترفال بارين فونكسيون كومبوزي هيك حاجه اخرى فهمتني ولا لا؟ انت تو حكيت لي على اف دي الانترفال انت تحكي لهنا على ليماج دان انترفال ولا شنو؟ خاطر احنا نصبح قرينا في الكريتير مكتوب الاف نتاع اي ام ابارتيان تكون انكلو في في الدومين نتاع جي الاف التالية انكلو في الدومين نتاع جي بطبيعه هيك قاعده هي ماذا شنو هي نفسها هي لحظه احمد ودي كي نقول اف دي اكس ابارتيان لدومين دي جي دي اكس وين موجوده؟ موجوده في الانترفال دومين دي اف معناها دومين دي اف لازم يكون انكلو في الدي جي لا هذه هي الكريتيريا يعني هنيك تبقى عندي الاكس موجوده في الاي دونك راهي يلزم تكون الاف دي انكلي وين؟ في الدومين نتاع جي كي نحكوا على الاف دي واضحه بابا ديفينيسيون دي كور هذه اللي تحكي عليها انت اللي موجوده في الكتاب ما الديفينيسيون موجوده في الكتاب بدلناها بهذه باش تفهمها انت براتيكمون كيفاش تصير بدلناها بها نفس الجمله اللي عطيها لكم في الكتاب هي نفسها هذه تفهم باش تعرف انت كيفاش تخدم بها اوكي على فكره الديفينيسيون هذه راهو تخدموا بها بالقديم بالقديم ما نحكيش على الاكسبريسيون هذه راهو خاطر كي نعطيك الاف ونعطيك الجي تنجم تبدل الاكس لهنا بالفانكشن اف دي جي معناها جي رون اف يعني تبدل الاكس لهنا بهذه وتخدم على روحك وتلوج الدومين يعني تعمل الاكسبريسيون وتخرج على روحك ميسيو تروا نابارتيان با سات بليس انفيني نعملوا بريفي ثلاثه موجوده في السات بليس انفيني رباب مش موجوده رباب بنتي في السات تروا السات بليس انفيني السات اكبر من تروا يا رباب باه اوكي طب هيا خلينا نكومونس ونمشي شوي في الاكزارزيس هاي ديزيامون ناخذوا شكون انس يلا انس ديزيامون تفضل انس تفضل انس تكلم كالكولي ليميت لورسك x تنفر بلس لانفيني دو f دو x دونك لا ليميت لورسك x تنفر بلس لانفيني دو f دو x هاي ايغال هاي اعطيني نخدمو بالفونكسيون 3 Et pour fonction 3, ça a été plus l'infini comme fonction 3. Donc, je n'ai pas unique pour l'expression la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 10x moins racine de x carré moins 10x moins 1. Ok. Hein? N'amène forme conjuguée. Ah, n'amène conjuguée. Eh. On est au aller, mais je n'ai pas mon mot qui a acheté. Il y a conjuguée, il y a x en facteur. Hein, quand même? Bah. وقتاش نستعملوا الكونجيغي وقتاش نستعملوا اكس اون فاكتور يبدا عندي لا ليميت لورس كي اكس اون فير بلس انفيني دين تيل اكسبريسيون راسين بار اكزومبل باش ناخذ هذه يعني راسين دي ا اكس او كاري بلس بي اكس او بلس سي موان دي اكس باش ناخذ الاكزومبل هذا وهذه لهنا وقتاش نستعملوا الكونجيغي وقتاش نستعملوا الاكس اون فاكتور هذا باش نفسر لك انسى علاش نحكي هيك فهمتي خاطر كي باش نعملوا اكس اون فاكتور تولي لي اسهل كيسا ما تخدم ها باش شفتي هذا كي يبدا عندك راسين دي ا ايجالا دي راسين دي ا هذه ا هذه ودي هذه شفتها كي يبدا عندي راسين دي ا ايجالا دي لهنا نستعملوا الكونجيغي كي يبدا عندي راسين دي ا ديفيرون دي دي لهنا نستعملوا اكس اون فاكتور تعرف المعلومه هذه ولا ما تعرفيهاش؟ اي اي نعرف. باه صحيت ما تعرفش علاش ما تعرفش. اي سي. خاطر انا نحب نخدم اليوم زوز نحب نخدم مره لو خاطر الاكزومبل ركزي معايا توا هاي قدام الاكس وكاري قداش؟ اونس ولا لا؟ صحيتي دونك راسين دي ان قداش؟ ان ولا لا؟ وعندك دي قدام الاكس اسكي سون ايغو؟ نو ديفيرون. دونك شنو نستعملوا؟ Factorisation. صحيح دونك باش تولي لي سي لا ليميت لوس دي اكس تون فير بلس انفيني عندي دي اكس موا نخرج اكس او كاري اون فاكتور في وسط الراسين هكا ولا لا فاكتور دو ا موا اكس سور اكس كاري معناها ان سير اكس صحيح ايه موان زو سور اكس كاري تري بيان صحيح نمشي نكملوا نواصلوا بنتي C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On a 2x. 2x moins x. Moins x. Maintenant, je vais faire la valeur absolue de x. C'est la valeur de la racine. La racine.
de 1 moins 1 sur x. Moins 1 sur x carré. Ok. Très bien. Ok. Sera égal à. هذه x toi là, madame a fait plus l'infini, donc toi là, x. 2x moins x. Très bien. Fois racine de 1 moins 1 sur x. Moins 1 sur x au carré. Ok. Regardez x facteur. Ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini. X facteur. Facteur quoi? 2 moins racine. Racine de 1. Moins 1 sur x. Moins 1 sur x au carré. واضحة ولا لا؟ وي اوكي قال لك كم بيان نعملوا الكالكليت هاي الان سي اكس هذه ومش تون فير زيرو وي تون فير زيرو شو بقت لي؟ 2 موان 1 بس تعطيك 1 هي 1 دونك تي قال لك بلس لانفيني صحيح تي قال لك بلس لانفيني بلس اوكي اوكي اي نورمالمون مفهوم هذه بحكم ما اغلب التلاميذ يعرفوا بالنسبة لل functions racine donc يعرفوا كيفاش يستعملوا هذه بريمية نمشوا للثانية عاود لي بالله باش نعاود لك ريحة كيفاش ديما ريحة كانك تنجم عليك تتكلمي بس اش تراها فيني زيدي إليكترون ريحة نجم تهزي إلي حبي تسألي وين بالضبط معنا سؤالك بالضبط كلها كلها معنا ما حضرتيش من الاول رحاب نخدموا في الليميت هذه نجم تهزي ايدك يا رحاب وخليني هبط ايدك ونسبنتي من بعد نجار رحاب هاي رحاب هاي نجم تكلمي رحاب باهي باش نحاول نوضح رحابة حنا نحسبوا في الليميت لورسك اكس تونفر بليس لانفيني دي اف دي اكس خدمنا ليكسبريسيون الثالثة خدمنا سي اكس ستريكتومون سوبيريور ا 2 اه باهي جاي بروبليم اوكي معناها استعملنا ليكسبريسيون الثالثة هذه دونك اش قلنا حنا لهنا قلنا فما دي ميثود يا اما باش نستعملوا اكس اون فاكتور يا اما باش نستعملوا كونجيكي قلت الانس قلت لها فما فكره تعطينا معنا فما حاجه طريقه تعطينا كيفاش انا الميثود باش نستعملها يا كونجيكي يا ليكس اون فاكتور اوكي ولا لا دونك لهنا ايش عندي هنا قلت لك يبدا اللي قدام الاكس او كاري هذا راسين دي ا ايجالا اللي قدام الاكس دي كي نجي نعمل الراسين نتاع الا قدام الاكس او كاري كوفيسيون قدام الاكس او كاري والكوفيسيون قدام الاكس نلقاهم ايجو تعطيني السين مفيد تعطيني فورم انديترميني على فكره لهنا لازم تعطيك بليس لانفيني مو لانفيني كان ما تعطينيش فورم انديترميني دونك فاش قاعد نعمل في هذا الكود اوكي بي دونك كي تبدا عندنا راسين دي ا ايجالا دي نستعمل الكونجيكي كي تبدا عندنا راسين دي ا ديفيرون دي دي لهنا اش باش نستعملوا باش نستعملوا اكس اون فاكتور دونك هذا اللي قلت عليه معناتها قلت لهم ذا كل بالطبيعه دونك لهنا كي جينا نحسبوا عندي الدو لهنا وعندي لهنا ان كي عملت راسين دي ان ديفيرون دي دي دونك اش استعملنا استعملنا اكس اون فاكتور بطبيعه الحال ابارامون نورمالمون تعرفوا كيفاش نخرجوا اكس اون فاكتور نخرجوا في وسط راسين اكس او كاري اون فاكتور ومن بعد باش تخرج الاكس او كاري برا من راسين نعملوا فالور ابسولي دي اكس ومادام في البليس انفيني باش تعطيك اكس ومن بعد خرجنا اكس اون فاكتور اكس اون فاكتور على الكل عطتني اكس فاكتور 2 موان راسين دي ان موان سير اكس موان سير اكس او كاري اللي هي من بعد كي باش نحسب عندي الان سير اكس قلنا ماشيه للزيرو الان سير اكس او كاري قلنا ماشيه للزيرو قال لي لهنا 1 2 موان 1 باش تعطيك 1 1 فوا بليس لانفيني باش تعطينا بليس لانفيني كلير ولا لا؟ كلير نتصور اوكي باهي شكون اللي يحب يشارك هاي؟ سليمان هاي بنتي هاي تفضل سليمان اللي بعد montrer que f est contenu à la limite de plus l'infini f de x moins x. Ok, hein? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Hein, Soleil, hein? Égal, hein? 2x moins la racine de x carré moins x moins 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins racine de x carré moins x moins 1. Hein?
moins x. Ok, statique. Hein? Tartine x moins. X tend vers plus l'infini. Dis x moins x, statique. X, x moins, pareil. Racine. X au carré moins x moins. Eh, hey, voilà, il m'a bien dit. Conjugué, conjugué. Eh, voilà. Allez, ça la quatre confusion, vous devez me dire, soit 1 ou l'année, indi 1. Ok? Donc, l'année, je vais me stammer, conjugué. Conjugué. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Aïe, non, me conjugué direct. Atini, je vais me stammer, vous devez. Plus racine, moins heure. Très bien. Aïe, que notre conjugué est x carré. X au carré, ça fait. Moins x carré, moins x moins 1. Moins x au carré, les habiletés de l'hiver, plus x au carré. Plus x plus 1. Très bien, ça va pas battre ici. Comment moins. La prochaine simplification, on x au carré, moins x au carré. Je suis pas allé. Voilà les formes indéterminées au grec. Voilà la canne à moi. Il charge x au facteur l'autre. Ça fait. نعمل كالكيل شباب تولي ترجع لنا إما تلفورم عندي ترميني بلس لانفيني على بلس لانفيني رأو لانفيني على لانفيني تجور نخامه مفاش في إكس وفاكتر إكس وفاكتر دون سيرا إيقال هاي دون كين خرجيني إكس وفاكتر لا ليميت لورس في إكس وفاكتر بلس لانفين كين خرجو إكس إكس فاكتر كوا بلس نصف إكس تريبيا سير دون بلاتر هاي إكس بلس إكس بلس بحيان من بكري ما نخدمناها ما نعاوش نعملوا نفس الحكاية إكس وكاري تخرج من برا شوال X. X, voilà, là. Très bien. On a moins 1 sur X. Moins 1 sur X. Moins 1 sur X carré. Très bien. Bon. Égal, hein? Sera égal. Limite plus. La limite lorsque X tend vers plus l'infini. Car les X sont facteurs à quoi, là? On dit X. Facteur 1 plus 1 sur X. René X. X. Facteur quoi? 1 plus. Eh? Plus 1. C'est racine, hein? 1 moins 1 sur x, moins 1 sur x au carré. Ça va, voilà là. Monsieur Fouchon, mais. Amenage x, on va amener la simplification pour x. Non. Qui fait ce soleil-là? Je fais l'x, merci. Je fais ma zone x ou 8 l'autre. Oui, vous x ou 8 l'autre. Oui, x, c'est l'image de ton facteur. Oui, on tape. C'est mon fils ou là? تسمع فيا ولا؟ اي مسيو نسمع فيك. اوكي تسمع فيا. باه دونك رجعي الاكس هذه خرجت اون فاكتور سليمان. اي. باهي صح عملنا احنا سامبليفيكاسيون بريكس اعطوني كالكيت هاي هذه قداش؟ اللي ماشيه للزيرو. زيرو. معنا هذا زيرو. 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 شو بقى لي هاي؟ 1 سور 2. Ainsi, Tawa. Alors, la limite lorsque x envers plus l'infini et f dx moins x est égal à combien? Un demi. Un demi. Ok. Tu as déjà oublié à ce soir? Oui. Ok. Même chose sur les bas. Mon petit côté à la sœur sur le troisième. Même chose sur le troisième. Montrer que f est contenu en chacun des réels 0 et 2. Ok. جست لينا لينا فما حاجة تحب تسألها لينا نجم تخلي لي مساج اوكي باه مونتري كي اف يكونتيني ان شاكان دي ريال 0 و 2 اوكي ها كونتينيتي اون 0 دونك شنو نحكوا الكونتينيتي اون 0 اون 0 نبداو نشوفوا ليميت 0 بلس 0 موان و اف دو 0 تري بيان اوكي بان اف دو 0 قداش باش نحسبوها في 2x او كوب ومون 3x او كوب صح هاتي دونك باش تساوي 2 فوا 0 او كوب مون 3 فوا 0 كاري موان 1 جي موان 1 جي موان 1 اوكي جي جينا موان 1 اوكي باه نمشيو توا ليميت نمشيو ليميت لورسكي x تنفير 0 بلس تي اف دي اكس نفس الاكسبريسيون La limite lorsque x tend vers 0, puis dit m'achetaro nefs l'expression dx au cube moins 3x au carré moins 1. Égal à combien? C'est moins 1. À descendre. Hein? Limite 0 moins. Limite en 0 moins. Lorsque x tend vers 0 moins. Dfdx. Donc c'est la limite. Moins 2 plus sinus x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 moins. D moins 2 plus sinus x sur x. Hein? On a dit sinus x sur x ou machette. Ah, on l'a là?
Donc, moins 2 plus 1, je t'attends moins 1. Donc, elle est continue en 0. La limite lorsque x tend vers 0 moins décimes x égale à 1. Comme je comprends ici, il faut que tu aies dit que 0. C'est 0 barca. باش نوضح لكم حاجه راه الفورميل ايزيال ليميت ايزيال كي نقولوا لا ليميت لورسك اكس تونفير 0 دي سينوس اكس سير اكس ايغال 1 راه هنا تشمل 0 موا تشمل 0 بلس زد هاي نفس الليميت عنده اوكي هلا استعملنا الاكسبريسيون الاولى الاكسبريسيون الاولى على خاطر الاكس هذا لهنا نحكوا على 0 موا ولهنا نحكوا على راتي اصغر من 0 يا ريحه اوكي بنتي استعملناه على خاطرها اصغر من زي اصغر من زيرو يجينا حسبنا لا ليميت لو اكس كونفير زيرو موا يتولي اصغر من زيرو مولو زيرو موا يتولي اكبر من زيرو لهنا شفتها هذه استعملنا زيرو بلس استعملنا الاكسبريسيون الثاني واضح رحاب ولا لا شفتي كي نقولوا اكس اصغر رحاب كي نقولوا اكس اصغر من ا راني لهنا كي باش نحسب الليميت باش نحسب ا لهنا راني نحكي على ا موا كي نقولوا اكس اكبر من ا راني لهنا باش نحكي ليميت لورس اكس كونفير ا بلوس اوكي واضح باهي سي بون باهي نكملوا سليمة يلا بنتي نكملوا الكونتينيتي اون دو باهي لحظة هي كونتيني ولا لا؟ هي كونتيني دونك دو كاس كونا هنا ليميت دو اف دو اكس لورسك 0 بلوس عندنا لحظة هي باش نعملوا لا ليميت اون 0 بلوس دي اف égale la limite en 0 moins df égale f de 0. Là, ils ont dit que je vais te dire 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 que je vais te continuité en D. B. Donc, continuité en D. A, c'est du starting continuité. F de 2. F de 2. F au cube moins 3x carré moins 1. D fois D au cube moins 3 fois D carré moins 1. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, inférieur ou égal. Ok, maintenant, qu'est-ce que je n'écoute pas? Qu'est-ce que j'ai dit le résultat final? 3. Ok, on fait comme ça. Et on a sa limite de f de moins. La limite lorsque x tend vers 2 moins df de x, on écoute l'expression taille, c'est la limite lorsque x tend vers 2 moins de 2, fois x au cube, moins 3x carré, plus x carré moins 1, c'est égal à 3. Même si tu f de plus. Lorsque x tend vers 2 plus f de x, c'est la limite. Lorsque x tend vers 2 plus, ou égal que madame a continué, galé, donc elle a un 3. 2x moins. 2x moins. Le signe de x carré moins x moins 1. Moins x moins 1. Donc, égal 3. Il y a un peu de 3. 2, chandi. Limite. Quelle a d'un expo? F de 2. Égale la limite en 2 moins df égale la limite en 2 plus df. Okay. Alors, f est continu en 2. F est continu. Bon. En 2. L'énigme, f est continu en 2. Donc, quatrièmement, petite tâche. Qu'on y joue, mais quatrièmement, petite tâche. Tu as dit que ça serait sur les. Qu'on y a fini. Ons. Femmes, je suis d'accord, ons. Ni j'ai ons. Femmes, je suis d'accord, ons. Ne j'ai mis que de mena. Petite tâche. Pour la fin, je suis fou. Tasnim, Sirin. Je suis confié comme ça. Il fait comme il y a de calme. Ilham, yalla, ilham. Fadal, ilham. Monsieur, je suis la fonction Fenya. 2x au cube moins 3x carré moins 1 fx c'est égal. صحيح voilà. هو اون جينيرال في الشابتر هذا كان قال لكم تسبو ديريفي اغلب الحين يحكي على ديريفي دي بولينوما خاطر ديريفي هو الشابتر بعد ليميت كونتينيتي. اما انا دونك باش نخدموا بالثانيه دونك اش عندي؟ فور دو تيكس ابارتيان كوا؟ ابارتيان 0 2
On a le f de x égale à combien? 2x au cube. 2x au cube. Moins 3x. Moins 3x carré. Moins 1. Et dérivable, là? Oui, dérivable. Dérivable. Dérivable, surtout R, en réalité. En particulier. En particulier, 0,2. En particulier, 0,2. Alors, on va sur 0,2. Juste, tout le cas, d'accord, on va trouver le palo de l'F'. Et F' de x, c'est tout ça, oui. Elle est un petit. C6 carré. 6x au carré. Hein? 6x moins 6x. Moins 6x. Car. Car. OK. Ben, on va faire ça maintenant. OK, c'est un espèce de l'année F'. OK. Même si tu as le choix, je ne sais pas. Le tableau de variation. OK, même si le tableau de variation. Ma forme à notre savoir, c'est 6 fois x moins 1, antique, ça a été ça. C'est 6 fois x moins 1. OK. Bête, c'est le tableau de variation. Je vais faire le tableau de variation chez un homme. Il est là, il est là. Je vois où il s'annule. Ça a été OK, bête, F' de x. Égal à 0, équivalent. Hein? Donc, 6x au carré moins 6x égale à 0. À la fin, 6x au carré moins 6x, le polynôme de second degré, il est c'est égal à 0. Je vais mettre 6x dans la caméra. X moins 1. Ok, égal à 0. Je vais mettre 6x est égal à 0 ou x moins 1 est égal à 0. Ou x moins 1 est égal à 0. باش معنى هذا معنى تليك سيقالة كومبينة x تقالة 0 ايه و و x تقالة 1 صحيح اوكي دونك لقينا لي دي سوليسيون هي x تقالة 0 و x تقالة 1 اوكي ولا لا ده طيب باش نعمل التابلو دي سين يعني ونخدم على فكرة دي ما ثبتوا في 0 في 0 1 في 0 1 ده في 0 دي سمح صحيح دونك باش نعمل التابلو دي فارياسيون هاني جايك ايه يا بنتي اه زي اللي كان يجي دونك عندي لهنا الاكس هذا 0 وهذا 2 دي عندي تاني نمشي نعملو ديريفي دونك تساوي لي فيش تساوي لي في 0 وتساوي لي في 1 دونك هذا اف بريم دي اكس قلنا تساوي لي وين في 0 وعندي 1 دونك الان في الوسط صحيح تسميه في الان هاي السين احنا ديما نقول هاي السين بتاعها هذه من زيرو الان من زيرو الان باش تعطيك نيجاتيف علاش بوزيتيف ما هو اسمع يا ردي بالك الهام بنتي سهله راه شو بيجي عندك يا ما تاخذي اكزومبل ريتي سي سي كسات بوزيتيف 0 1 وليكس موانزا نيجاتيف سينيو دو موانزا وسينيو دو ا صحيت فوالا مو حنا ناقص البارتي الاخرى بارتي في المو لانفيني 0 واضحه ولا لا دونك انت باش تسهلي على روحك خذي اكزومبل والا شوفها انت بالسيني بالسيني سي سي اكس قلنا بوزيتيف وليكس موانزا علي نيجاتيف دونك نيجاتيف من بعد شو تولي بوزيتيف دونك سونس دي فارياسيون يلا ديكروسون مكاكا ولا لا؟ اي ديكروسون اوكي بعد كروسون عندي هنا الاف ومن بعد كروسون به احنا عندنا ديكروسون ديكروسون نمشي نحسبوا هي لي فالوراتين اف دي 0 قلنا قداش سي موان زون موان زون اوكي اف دي 1 0 2 لا اف دي 1 قداش 0 علاش 0 صار من موان زون طبت ل 0 دي بالك لا لا موان 2 صحيت موان دي تري بيان والاف دي قداش؟ تر 3 حسبناها بكري 3 حسبناها بكري 3 وهذه تابلو دي فارياس تابلو دي فارياس باهي لحظه جيت نشوف اصحابك ايه ايه تفضل ايه بنتي هاي تفضل ايه مشي بلي عندي سؤال تفضل مشي ساعات في تابلو دي فارياسيون يحطوا كازوز خطوط في الاول تحت الصفر كي تبدا ني با ديفيني ولا ني با ديريفاب نحطو وقت يبدا ني با ديريفاب يعني دوبل بار عليه كي تبدا ني با ديريفاب ولا ني با ديفيني حطو دوبل بار
لكن هنا ما عنديش مشكلة لا في الزيرو ولا في الدي فهمتني فهمتك اوكي الدوبل بار تعملوا حتى كان دومين ديفينيسيون مش مش موجود سليمة فما حاجة تحب تسألها سليمة كان يحكي سليمة عندك سؤال سليمة باي اوكي يعطيك الصحة يا اي باهي شكون اخر عنده سؤال ترى هبطوا ايديكم في سيفينيس هيك كما تبطل اي باهي اي تفضل بك اي فيرست تفضل تكلمتي تو اي لا لا ما تكلمتش جست تحب تجاوب على سؤال تحب تجاوب على سؤال تاع تحب تمشي ليكواسيون اف اكس يقال زيرو اي هاي يا بنتي اوكي بيتي سي مونتري كي اقري لي السؤال تو Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique équation alpha appartient le 0, 2 ou vert. Ok, hein, qui fait ce travail? Je dis que l'équation, l'équation par 2, x fonce de 3 moins 2, x, c'est l'équation en général. Rendez-vous que l'IF2 ou 0, ben, il est contenu. Bah, il s'en fait. Donc, je sens le théorème de valeur intermédiaire. Eh, il dit que l'IF. Bah, il s'en fait. Donc, on dit f, je f est contenu. En 0,2 Fermin, sur 0D, mais je suis allé faire Fermin. Après, l'alpha est différent de 0D. L'alpha est différent de 0D. Mais je suis en fonction continue de 0D. Ok, continue de 0D. Z, on a la croissance monotonique unique. Alors, du bal, on est dans 0D, mais on a choisi la fonction. Elle est décroissante, oui. Elle est 0, 1, croissant. Elle est comment, fait l'un d'eux Croissant. Madame, elle est décroissante ou croissante, elle est jamais passée. Oui. On a fait l'intervalle ou un. Oui, on a fait 0, 1, on a fait 1. Voilà, on a F et continue sur 0, 2. On a dit F croissant. X appartient à 0, 1. 0, 1. Qu'est-ce qu'on a Le F est bas. Décroissante, décroissante, décroissante. Ok, décroissante. Ben, ça fait. Décroissante. Bah, dès que si x appartient. Ben, il y a si x appartient à 0, 1, f est décroissante. Comme le x appartient à 0, 1. Le f de 0, 1 égale à combien 0, hey, moins 1, moins 2. Ou malgré que je suis positif. F, ça fait. F de 0, 1 égale à. Moins 2 moins 1, pour dire bien. Moins 2 moins 1. Est-ce que 0 appartient à moins 2 moins 1? Non. Or, 0 n'appartient pas à moins 2 moins 1. Dans le cas, est-ce qu'il y a une solution pour l'intervalle 0 1? Non. D'où f dx égale à 0 n'admet pas de solution. Oui, il y a un intervalle. 0 1. Des solutions. Sur les solutions 0, 1. Ça fait 0, 1. Taoua. Si x appartient à 1, 2. Très bien. Si x appartient à 1, 2. Andy, le f est bas. Croissante. Et croissante. Le f est à 0, 1. F est à 1, 2. 1, 2. J'ai article f de 1, 2. L'image de l'intervalle f de 1, 2. Même si le tableau dit ma dévariation, on peut voir. F de 1, 2 est moins 2, 3. Moins 2, 3. Très bien. F de 1, 2, c'est égal à moins 2, 3. Il y a 0 inclus. Ah, or, 0 appartient à quoi? À moins 2, 3. À moins 2, 3. Maintenant, il y a 0 moins 2, 3. Donc, la fonction K est continue. Pour croissant, 0 appartient à moins 2, 3. Il y a une intervalle d'image. Et d'où F de X F égale à 0. Égal à 0. Admet combien de solutions? Une unique solution. Alpha appartient. Une unique solution. Appartient à 1, 2. Hey, solution alpha appartient à 1, 2. Hey, globalement, toi, hein? En général. Tout. En général. Oui. En général. Ben, fais 0, 1, 1, 10 solutions. Fais 1, 2, 1, 2, une unique solution. Bon, fais 0, 2, 1, 2. Une unique solution. Sahed, f de x égale à 0, admet unique solution. Admet unique solution. Unique solution. Alpha. Alpha appartient à 0, 2. Voilà, ça veut dire que alpha
appartient à 0D ouvert. علاش يكون عندنا 0 دي اوفير خاطر الفا ني ادري 0 ني 2 اوكي هناك علاش فوالا اوكي هذا بالنسبه لنا الكيستيون دي تيرم دي فالور تمدي شكون فهم وشكون ما فهمش بطبيعه الحال اللي ما فهمش يقول لي وشنو اللي ما فهمش فهمت ولا لينا اوكي لينا محمد تجيب لك الميكرو ويا لينا تفضل بنتي هل الميكرو مسيو ما فهمتش علاش عملنا ليماج نتاع الانترفال مش نورمالمون نحسبو اف دو 0 اي اف دو 1 نشوفهم قارنوهم يعني لازم الزيرو يكون محصور بيناتهم فهمتك اي ما فهمتش علاش عملنا ليماج نتاع الانترفال معناه اذا بدا عندك الاف كونتيني سي 0 دي وعندك الاف ستريكتومون مونوتون باش ما تحسب ليماج ديال الانترفال ولا لا اها سي بون عملنا هيك كان ما جنيش ما عنديش المونوتوني شنو اللي نعمل تولي نحسب الاف دي زيرو والاف دي ان وتولي او موا ان سوليسيون ما عادش هيك سوليسيون واضح واضحه تو ولا لا على خاطر اللي تعلمت انه كي تبدا الفونكسيون كونتينيو ستريكتوم مونوتون لازم نحسب لها الانترفال تاعها اوكي اوكي ماشي الانترفال معنا سبع لا يعطيك الصحه تحبي تحاولي في الاخرى الاخرى اي نسيت Vérifier que alpha محصورة بين 1,6 و 1,7 باه اوكي هاي باه احسبوا لي ترى اف دي 1.6 اف دي 1.7 جست فيريفي لي كومونتير في اللايف على خاطر نسيتهم مش معناتها اللايف نسيت ركزت معاكم نسيت مش معناتها اللايف هاي مش علاش نحسبوها بالكالكولاتريس اللي هي بالطبيعه باش تحسبها بالكالكولاتريس مالك كيفاش ولا من غير كالكولاتريس تاع الموتابل معناها شوف الالفا وين بالضبط شوف الالفا وين بالضبط اي في الموتابل نحط نختار انترفال صغير نبدا نشوف شوي بشوي ميثود دي كوتونومية كانت تقسم الانترفال معناها اي مثال نحط معناها ستيب 1.1 ونقعدوا نمشيو معناها بشوي شفنا اي فهمتك فهمتك اي اما علاش انت تقسمي فيه وعطيك انترفال ديجا صغير هو طيب تاع 0.1 اي غير نقسمه تقول نحط 0.1 ليه ما يظن مبين ان راه الاف دي ان بالجيل 6 والاف دي ان بالجيل 7 ما قالكش هو راه عطيني اونكادرمون تاع الفا اي بنتي هو عطاني اونكادرمون قال لي بينها لي وحنا نعرفوا انه الاف دي اكس قال 0 باش تعرفي انت اونكادرمون لازم تحسبي الاف دي ان باش تبيني انه الالفا ما بين الا والبي الالفا ابارتيان محصوره ما بين الا والبي تو سامبلومون تجي تعملي هيك بيني جيست انه اف دي ا فوا اف دي بي شبهها نيجاتيف هذه هي الحكاية فهمت معناها كيف باش نستعملوها الفوق تنستعملوها ريسبروك من اللوطة بالعكس صح فوالا اوكي اف دي ان فيرجيل سيس هي نورمالمون الفونكسيون تاع ستريكتومون كومون في السوليسيون موجودة ما في الان دو هيك في الان دي هذه كومون الفونكسيون تاع كرواسونت نورمالمون باش تقول اف دي ان فيرجيل سيس بوزيتيف والاف دي ان اف دي 1 فيرجيل 6 نيجاتيف سكون اف دي 1 فيرجيل 6 باش تلقاها نيجاتيف والاف دي 1 فيرجيل 6 باش تلقاها بوزيتيف هي ما كروسونت ولا لا اي فوالا اف دي 1 فيرجيل 6 باش تلقاها نيجاتيف والاف دي 1 فيرجيل بوزيتيف اف دي 1 فيرجيل 6 نيجاتيف موان 0.488 شوفوا لي الباقيه يلا الالفا موجوده ما بين شنو شنو اكبر من 1.6 واصغر من 1.7 اوكي
هذه الريزلتان تاعنا. توا باش نمشيو سانكيامون، باش نعطيكم الجرافيكا، قلت لك الكرة ذي الباك سيونس والباك مات نفسه ايه؟ اغلب الاحيان ماشي باك سيونس وباك مات، باك مات ينجم يحضر على خاطر اي حاجة في الباك مات نجم يجي في الحكاية بتاع الباك مات لهنا يراهم يقروا لي زاسانتوت ولي طانجونت يقروهم من اول شابتر. انتم نورمالمون ليميت وكونتينيتي راهم مازالوا ما يحبوش يسرع لي زاسانتوت، ما عرفش اني لو باك مات لا محالة نقص عليه. ايوا يقروا بطبيعة كلها نفس الحكاية هذه. مرحبا بك. اي بالنسبة للباك مات يقروا اي اكزون. اوكي باش نحط ما بين قوسين باك مات راهو التدريس كومبلكس اللي جابوا لهم في 2022 الباك اللي فاتت. أيه. هو تيبيك الباك تكنيك والسيونس وقتها كانت باك تكنيك والسيونس عام 2008 باش نكونوا واضحين. اوكي يعني التدريس كومبلكس اللي جابوه الصغير هذا هو نفس التيبيك له جست الفالارات بدلوا. اوكي وقتها كانت الباك سيونس وباك تكنيك يتخدموا مع بعض. هاي سيدي قال لك تيليغرافيك قال لكم سانكيامون هاي شكون اللي باي خليني نبص عليك الصوت انت ايه. اوكي به نمشوا ترى شكون يحب يتكلم توا حطوا لنا ايديكم لينا وايه شكون يحب يتكلم يحب يجاوب لينا انت جاوبتي يا لينا شكون يحب يجاوب اي شكون يحب يجاوب سانكي امو طب باش نمشوا الجرافيك عاد سهله دينا. علاء يلا علاء ودي اي بسم الله وينك علاء على هزت ايدك وهبطت تفضل على ودي نتبعوا الكورو بطبيعه بابا باش نتبعوا الكورو بسان كيامو شنو اقرا لي حاجه المعطيات اعطيني المعطى على اقرا دونا لي سيني دي اف سويفون لي فالير دي اكس هذا المعطى على اون دون سيدي السوق اعطيني ليميت دي اكس تنفر بلس لانفيني اف راسين دي اكس لا على على تسمع فيا ولا لا ودي إيه نسمع فيك بابا اقرا لي اون دون سي دي سو سي لا كورب ريبريزونتاتيف دي فونكسيون اف كونسير لي بير اوردونورمي ريبوندر او كيسيون سيفوت اون تيليزيون لي غرافيك دوني لي سيني دي اف سيفون لي فالير دي اكس هاي باش نخرج السيني دي اف على ودي تبع الكورب غاد يمشي بلس لانفيني دونك احنا عندنا هيك يمشي الكورب تبع ايه لحد وين هاي توجور لي كومون امشي كمل لخ كملوا لهنا ايه عندنا اف هذيك اف دي اكس بوزيتيف والاكس بوزيتيف اف دي اكس وين بالضبط وين بالضبط هاي الكورب نتاعي هاي اعطيني مثلا من هنا لوين باش يولي نيجاتيف هاي نمشي الفوق في اخ وين تكمل الكورب وين تكمل الكورب لهنا ايه لا لهنا كيفاش راه تعرف اش معناها نقولوا السيني بتاع الاف هذا الاكس ديزابسيس ولا لا اي اللي مولوطه نيجاتيف واللي من فوق بوزيتيف الحد لوين المولوطه ترى الحد موندي وين موندي لا شوف نيجي ما نعملوا لي زيكس ساكت او لي زيكس راه شوفوا لي زيكس ساكت تمشي 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 ريت الكورو الحد لهنا هيك ولا لا واضح مولوط دونك عليه نيجاتيف اوكي واضح باي النقطه هذه هي شني على عندك فكره شنو الوضع باهي تلاحظ النقطه هذه هذا راه الكورب نتاع الاف يا علاء هذا الكورب نتاع الفونكسيون تاعي اف يعني هو لا كورب دي اف لهنا الانترسيكسيون ما بين الكورب والاكس دي زابسيس هو شنو قصدو به كي نقولوا احنا لا كورب دي اف انت الاكس دي زابسيس اللي هو او او اي شنو نقصد بها هذه الفا ما هيك الالفا كانت تقول لك عليه راك نقولوا لكور بي دي اف انتر لو اي معناها نقصد وقتاش الاف دي اكس يقال زيرو هذا شنو نقصدوا بها واضح مبني على
الانترسكسيون ما بين الكورب دي اف والاكس دي تابسيس هي راهي وقتاش الاف دي اكس يقال زيرو. وقتاش الاف دي اكس يقال زيرو. قلنا الاكس تساني لي وين؟ شفتها اش عندها؟ ادمين انيك سوليسيون الفا. دونك الاكس يقال الفا. يعني النقطة هذه شكو؟ هذه الفا. الفا. هكا ولا لا؟ صحيح. هاي سيدي نب. من مول انفيني للالفا الكورب نتاعي اش به؟ قصيت الميكرو على لحظة على ودي تفضل على هاي قلنا من مول انفيني للالفا الف. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف ولا لا؟ نيجاتيف اي هاي ومن الفا بليس لانفيني لي كومون؟ بوزيتيف هاك هي الحكاية كي يبدا الكورب اوديسو للاكس دي زابسيس راهي نيجاتيف وكي يبدا اوديسي للاكس دي زابسيس راهي بوزيتيف دونك عندي صحيح دونك لهنا شنو دوني لي سيني ديال اول حاجه اف دي اكس يقال زيرو اكس يقال الفا دونك تسالني لي وين بوان دانترسيكسيون هي الفا الفا حددنا فوالا توا سي اكس ابارتيان ا موان انفيني الفا الاف دي اكس شبه الاف دي اكس اكس نيجاتيف نيجاتيف صحيت بارك الله فيك صح كان عملتها بوزيتيف دونك سي نيجاتيف وكي تبدا عندي سي اكس ابارتيان تو ا الفا بلس انفيني اف دي اكس بوزيتيف ولهنا هذه هي السين نتاع الان شكون فهم وشكون ما فهمش اللي ما فهمش ينجم يزيد وقيل كلكم فهمتوا صافا بيه Déterminer les limites éventuelles suivantes. Ben. Oui, Alina. Ok, Alina. Pas valé. Monsieur, je vais vous une fonction composée. بيك لينا هاي ليميت في الاكس تنفر بلس لانفيني دو راسين دو اكس بجينا بلس لانفيني وبعد باش نحسبوا ليميت في الاكس تنفر بلس لانفيني دو اف دو اكس واللي هي ايجال بلس لانفيني يعني جايك تو هو احنا نحكوا جرافيك دونك باش نحاولوا نشوف شوي بشوي هاي شباب راهي ركزوا معايا الفونكسيون كومبوزي احنا ايش نقصد بها ديما نعاود ونذكر راو يبدا عندي لا ليميت لورس اكس كونفر ا نعاود نذكر بها اي رون في دي اكس هي ايجال اول حاجه نحسب ليميت لورس اكس كونفر ا للي في الوسطى يعني دي في دي اكس ايجال ا بي ومن بعد نجي نحسب لا ليميت لورس اكس كونفر بي دي او دي اكس نلقى ان ليميت ال دونك ليميت فينال دونك سيرا ايجال ا ال يعني اي رون في دي اكس ايجال ا ال اوكي ولا لا لينا دونك لينا نبدو بالاكزومبل الاول قلنا لا ليميت لورس اكس كونفير بلس انفيني وركزوا معايا البقيه باش تعرفوا كيفاش تحسبوها دو اف دو راسين دو اكس اف دو راسين دي اكس ايجال نحسبوا المره الاولى اللي في الوسط لا ليميت لورس اكس كونفير دو راسين دو اكس ايجال كونفير بلس انفيني ومن بعد نجيب الليميت هذه بلس انفيني نحسبوا فيها لورس اكس كونفير بلس انفيني دي اف دي اكس كان تحبوا انا جاوبنا عليه لهنا السؤال كان تحبوا نخدموا بالجرافيك كان تلاحظوا الاكس كي تبدا ماشيه للبلس انفيني اللي جريج وين ماشيه الكورب وين ماشي ماشي للبلس انفيني اوكي دونك سي راي قالها بلس انفيني دو الريزلتا فينال هي شنو هي دونك لا ليميت ليميت اكس تنفر بلس انفيني دي اف دي راسين دي اكس ايجال بلس انفيني بلس انفيني باهي نجيو للثانية ترى الثانية ناخذو باش ناخذو إلهام هاي إلهام تفضل إلهام هاني جايكم اف دو دوز اكس سور دوز اكس موان تروا لا ليميت تو لورس كي اكس كونفير موان لانفيني هكا ولا لا دي اف دي دوز اكس سور دوز اكس موان تروا ايكال كيفاش إلهام هاي نحلو معقد اقل معنا معقد ايه اون بوز 2x موان 2x سير 2x موان 3 هي جي دو اكس اللي باش نعملوا معاها الرون اف معناها ديريكت ديريكت اعطيني الهام الليميت ديريكت اش تعطيك ها نحسبوا الليميت نتاع شكون هاي سامبل بنتي نحسبوا الليميت نتاع في وسط الاف هكا ولا لا ايه
نعملو لا ليميت لورسك اكس طون فير موان لانفيني دو دي اكس سور دي اكس موان 3 ايغال ا كومبيان هاي بولينوم على بولينوم باش ناخذ صحيتي ما انا باش ناخذ بليو ديغري من فوق بليو ديغري من الاوضه باش تعطينا دي اكس سور دي اكس تعمل سامبليفيكاسيون باش تلقى ا صحيح ومن بعد نمشيو نعملو لا ليميت لورسك اكس طون فير كوا طون فير 1 دي اف دي اكس ايش تساوي الان وين موجود الان ايه في الاكسبريسيون 02 صحيت في 02 ولا نرجع للجرافيك ها نمشي للجرافيك الان قديش سي موان دي غطا في الجرافيك اف دي ان سي موان سي موان دي بحكم ان هي كونتيني نجم نكتبوا اف دي ان اللي هي موان دو دونك الليميت هذه ايكالا كومبيان لا ليميت تيلور سيكس كونفير موان انفيني دي اف دي دي زيكس سور دي زيكس موان 3 ايكالا ا موان موندو هذه ثاني دونك فما علاء فما سليمه زاد طلعين اوكي هاي باش نجي به نمشي سليمه يلا انا جيتك على ودي هاي سليمه لحظه تفضل سليمه ليميت في البلس لانفيني دو 1 دو اف دو 1 سور اكس كاري بلس 1 صحيح دونك لهنا راه ديما نحاول انه راهو باش جيست ليكزومبلات هذا باش تستنسوا راه بالليميت دي فونكسيون كومبوزي دي اف دي كوا دو ان سي اكس كاري بلس 1 ايغال كومبيان نحسبوا المره الاولى شنو ليميت دو بروفيل بلس لانفيني دو ان سي اكس كاري بلس 1 صح دي ان سي اكس كاري بلس 1 شطاتينا بنتي 0 0 اوكي بعدتني 0 ومن بعد نمشي نحسب ليميت في 0 لا ليميت لور سي اكس تونفير 0 دي اف دي اف دي ايغال ا كومبيان فاكر حسبناها سي موانزا موانزا اوكي ولا لا نرجعوا للجرافيك زاد شوف زيرو ليماج نتاع سي موانزا اوكي ديجا حاسبين احنا في لو دونك موانزا دونك ليميت فينال شطاتينا موانزا لا ليميت لورس اكس كونفير بلس انفيني دي اف دي ان سور اكس او كارو بلس ان ايغال ا كومبيان ايغال ا موانزا موانزا اوكي بي نمشوا للاكزامبل على يلا على على ولدي خلينا نخدم لك هاني جيتك بس ايه ما عطيت لك خراني وينك على هاي على ولدي تفضل ليميت اكس تنفر 0 مو اف دي ان سير اكس ايجال مو لانفيني بشويه بشويه بابا بشويه بدا بشويه نطبق لي القاعده هنا اعطيك قاعده طبق لا ليميت لورسك اكس تنفر 0 مو مو دي ان سير اكس هاي فونكسيون كومبوزي هادي على قسمة يلا هاي ليميت اكس ليميت اكس تنفر زيرو مو دي ان سير اكس هيك ولا لا؟ ايكال مو لانفيني لا خصك نقرا الهام قص ياك الميكرو بنت ولا على باه على قص الميكرو اوكي كمل يا باهي باش نعطيكم على تنجم نكمل لك ولا لا؟ رجع لك من الصوت ولا لا؟ باهي الهام الهام نورمال نمشي الانس وين انس انس هاني جيتك انس تطلب تكلم انس تري بيان اوكي هاي هاي انس هاي تفضل بنت كملي على خاطر على ليميت ليميت لورسك اكس تنفير موان لانفيني دو اف دو اكس ليميت لورسك اكس تنفير موان لانفيني دو اف دو اكس ايكالا كومبيان فاي شوفوا موالا فيني قداش لقينا ليميت تاعها شفتي في موالا فيني حسبناها من بكري اتيكالا موان دو تري بيان حسبناها لقينا موان دو اوكي اتيكالا موان موان دو دو ليميت لورس اكس اون فير زيرو دي اف اكس اتيكالا موان دو اتيكالا موان دو دونك هذا بالنسبة لنا احنا دونك سيسون دي ليميت سامبل اوكي بيه On passe toi petit C. Ok. On commence avec 11. Quel est le sujet? Déterminer les images de chacune des intervalles suivantes. Je nomme l'intervalle. F de 0, 2. Eh, je connais. F de 0 plus infini. Ok. Article graphique, on a fini toi les images. Hein? Ok, donc on est sur les باش نعطيكم جرافيك مو كيفاش تخرجوا اف دي 0 دي و اف دي بي 0 دي هاو بنتي 0 دي شنو هو ليماج نتاعها
هاو الانترفال 0 دي هذا 0 دي الفونكسيون تاعي على كومون على كومون مره ديكرواسونت مره كرواسونت كرواسونت كي تبدا الفونكسيون تاعي مره ديكرواسونت ومره كرواسونت شنو ناخذو ناخذو الماكسويل والمين واضح ناخذو الماكس والمين شنو هو المينيموم تاع الكورب وين توصل موان 2 سي موان 2 والماكس 0 توشي الموان 2 وتوشي 0 ولا لا وي دونك اف دي 0 2 على فكره كي تبدا الفونكسيون ماهيش استريكتومون مونوتون راهو مش بالضروره على فكره مش بالضروره معناه الانترفال يكون من ناتشيرا اوكي واضح دونك اف دي 0 دي اش تعطيني اف دي 0 دي قلنا اش تعطيني 1 دي 0 هذا بالجرافيك تيرمين دي زي عشان خاطر كلها قالك جرافيك مو نمشي هاي اف دي 0 بلس انفيني الهام تحب تجاوب الهام ترى لحظه كيفاش الماكس 0 اه ولدي صافا ها شوف جايبه باي رحابه دون جيك شوفي جاي انا عندي خربه هي البارتي هاي الزون اللي نحكي فيها لحظه يعني رجع ما هذه البارتي هذه في 0 دي ولا هذا الكورب راه موجود في 0 دي هذا 0 وهذا 2 هذا مبدئيا الاكس هكا ولا لا اف دي 0 دي باش نعرف الانترفال شنو هي ليماج نتاعها نجي نشوف الكورب نتاعي ها الكورب نتاعي الكورب نتاعي ها هو الماكس شفت الماكس يتعدى من 0 والمين يتعدى من المون دي راكي نحكوا على الماكس والمين نحكوا على الزيكريك معناها ريحه بنتي نحكي على البارتي هذه شفتي الكورب موجود في الزون هذه نتاع يكري على خاطر ليماج ديال الانترفال هذا راهو موجودين على فيه لي زيكس وهذا موجودين فيه لي زيكري صافا تو ولا لا رحاب بالمقصله ما نجموش نعملوا اف دي 0 اف دي دي اوكي خاطر ما عنديش ان سبيكتومون مونوتون باش نعملوا اف دي 0 اف دي دي اوكي باهي شكون نمشي اذا فما حاجه مش مفهومه تنجم اي الهام تجاوبي الهام اي لحظه يعني جايك اي هاي اللي ما فهمش حاجه من بعد الهام تفضل اف دي 0 بلس لانفيني اوكي اف دي 4 هو انا 0 بلس لانفيني هو 0 بلس لانفيني اي مش 0 بلس لانفيني ناخذ المين وال 0 بلس لانفيني فوالا هو لا هاد الاكس موجود على هنا يشوفوا الكورب ترى الماكس علاش كاتر او الماكس بنتي باهي عندك الكورب هذه ولا لا؟ الكورب على فكره يكمل راهو الهام مش بس في الكاتر معناها شوف جاي عندنا البارتي هذه ويمشي ومن بعد ماشي للبوس لانفينيرا مساحة مش بالي حبس عند الكاتر لا لا ما يحبسش عند الكاتر بنتي عندك الحق هو ما يحبسش عند الكاتر ديجا لقينا ليميت في البليس لانفيني بكري لقينا بليس لانفيني معناها موانزان بليس لانفيني كيفاش لقينا احنا ليميت في البليس لانفيني بكري مش فاكر ترى لحظة كنا نرجعوا لها ترى في بالي لقيناها كيستيون قداش هو كيستيون ديزيام بس لانفيني هي شفتي ليميت في بس لانفيني تاع الاف دي اكس بس لانفيني ماكس بس لانفيني اوكي باهي معناها اني راهو نعاود ونذكر راهو كي يبدا يقولوا ما هواش ستريكتومون مونوتون ما نجمش نحسب ديماج ديال الانترفال ديريكتومون اوكي باهي باش نرجعوا تواي عندي اف دي كواغون اف دي 0 بلس لانفيني حفظوا معايا على فكره 0 بلس لانفيني وفي في 0 ناخذ الليميت في البلس لانفيني والاف دو 0 لا اسكي مونوتون ستريكتومون مونوتون يا اخي شكون نحكي لي تو فونكسيون تاعنا شوفها في 0 بلس لانفيني هذا 0 بلس لانفيني ولا لا شوفوا كورو دي كرواسون تو كرواسون تو طلع كرواسون اوكي ولا لا الان انا نقسموا الانترفال لا مش مقسم ولا ترفال اش قلت يعني كي تبدا فونكسيون عندها دوبل اش قلت ناخذو ناخذو المي وناخذو الماكس امسك قبيله قلت لك قبيله موان دو بلس لانفيني لا قلت لي موان دي كاتر قاعد نتناقشوا في الكاتر كاتر ايوا صح قاعد نتناقشوا في الكاتر
يتوشي الموان دي ولا لا أول حاجة؟ أي أي معناه موان دي راه فيرمي موان دي شنو؟ بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني شفتوا ما عنديش ممنتي رانا زيرو بلس لانفيني وبين لك الموان دي بلس لانفيني يعني سي فيرمي فيرمي زاد يعطيكم الصحة شكون عنده سؤال ترى؟ فماش حد عنده سؤال؟ اوكي سيدي هذا بون اللي عنده اي تساؤل ولا حاجه نجم يبعث لنا في الباج ولا يبعث لي على الخاص اسم زياد الزيتوني دونك بون اكيد فما برشا وانا يعرفوا الفيسبوك نتاعي اذا ما عرفوش الفيسبوك نتاعي نجموا يتصلوا حتى بالباج ان شاء الله نكون على الاقل وصلت لكم المعلومات بالبدا بالبدا في كل الحالات معناتها فما ان شاء الله فما دي سيونسات قريب نجموا تتعمقوا اكثر في ليزيكزارزيس وربي يبارك لكم والمفيد اللي زور ريجسترمون ان شاء الله باش تلقاها موجوده ديجا معناها اللايف يتعدى في اللايف وفي الباج يعني قلت تلقوه في الباج اوكي ولا لا والا نهبطوا احنا في الشين يوتيوب خاصه بالسمارت اكاديمي سمارت اكاديمي يعطيكم الصحه وربي يبارك لكم وربي ينجحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بكري لحظة أنا جيتك